من دون شك إذا ما كان في أفضل حالاته وإذا ما كان متحرك، لكن هنا كرة لمصلحة أناجم، يمر أناجم، يتقدم أناجم، وعرضية أناجم ومطالبة بلمسة يد من جانب لاعبي الوداد، هنا سقوط على أرضية ملعب، وحكم المباراة يعطي إشارة ويوقف اللعب ويريد أن يطمئن على سلامة اللاعب الساقط على أرضية ملعب. اشتراك في اللقطة الماضية بين أكرم عفيف وبين أيمن العملود، بطاقة صفراء، أيضا بطاقة صفراء. بالسلامة لأكرم عفيف، هذا أمين أبو الفتح المدافع، كان متقدم إلى الأمام لكن مخالفة لأكرم عفيف. شوف الكرة الخطيرة والفرصة المتاحة للوداد، والمطالبة كانت بلمسة يد، كانت على هاشم علي. بطاقة صفراء على أمين أبو الفتح، وخطأ لمصلحة السد، ونحن في الدقيقة 84 من عمر المباراة، لا زال التعادل سلبي، نقطة لكل فريق.